السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاد رسالة كنوجه الملك محمد السادس والحكومة المغربية، أي وجه واحد التفات الجالية المغربية المقيمة بالخليج، وكلنا لمنع الحملة لمنع الخادمات المغربيات الشاغلات في البيوت. تنبغي نوجه هذه الرسالة ونقول لهم أن هنا في الخليج كنشوفوا بزاف الحالات. يعني شنقول لك، يعني أنا مقيم في السعودية، شفت بزاف الحالات، وحالة تابعتها بيدي ديال واحد المغربية تكرفص على كفيلها وبقينا واقفين معاها، السفارة ما وقفاتش معاها. دابا سمعنا مؤخرا أن تحل مكتب في المغرب لقدوم الخادمات المغربيات السعودية. احنا كلنا ضد هذه الفكرة بتاتا. أنا كنقول لكم ضد هذه الفكرة. علاش؟ هنا كتجي المغربية عند كفيل، وهذا الكفيل ما يسمى يعني استعباد. احنا رجالة هازين براسنا وهازين طاب، والحمد لله ديال البلاد ديما. ولكن الدريات يعني الحريم راه ضعيفات، يجيبها البيت كي كتكرفس عليها. ومؤخرا يعني راك تشوفوا الفيديوهات على الفيسبوك، راه وحده انتحرات، وحده في السبيطار، وحده مشات المغرب مخسره من مراكش. يعني هادشي راه بزاف، وحنا كمغاربه كنتألمنا وكنبغي الملك محمد السادس يلتف لينا. كاع ما بغاتو تصيفطوهم يخدموا هنا ما كاينش مشكل، ولكن ديروا واحد الالتفات، تابعوهم، عطاوهم الحقوق ديالهم، ماشي كتصيفطوهم وكتنساوهم. والسفاره المغربيه راه ما معاوناناش مره. وهذه رساله كنبغيها توصل، وكنطالب بالجاليه المغربيه ديروا بارطاجي لهذا الفيديو باش يوصل الملك محمد السادس. والسلام عليكم.